ياسين ولا ياسين يعني انا لو تمنيت حاجه من ربنا هيحققها لي؟ مع انتهاء منافسه الدراما الرمضانيه تبدا المنافسه على الشاشه الكبيره السينما. مجموعه من النجوم يتنافسون في موسم عيد الفطر. بقى متنوعه من الافلام طرحت في دور العرض ما بين الاكشن والرعب والفانتازيا والكوميدي الذي يعتبر الحصان الرابح في مواسم الاعياد. من بين هذه الأفلام فيلم سعد إجابة الذي يدور في إطار من الفانتازيا حول طفل يتمنى تغيير أبويه وتتحقق الأمنية. يا رب أهم حاجة تبقى متأكد وانت بتدعي إن ربنا سامعك. هجوم ياسين. الفيلم بيحكي عن قصة طفل عنده مشاكل مع أهله زي أطفال كتير قوي أهليهم زي الفل بس هم عندهم مشاكل معاهم لغاية ما في يوم من الأيام بيتمنى من ربنا إن هو يغير له أهله فربنا بيديله مجموعة أهالي مختلفة وبعد كده بيعرف ان الله حق يعني. فيلم موجه للأسرة كلها وخاصة الأطفال وفكرة الفانتازيا ان هي الحدوتة فيها نوع من الفانتازيا ودي حاجة ما بتحصلش زي ما حضرتك قلت كتير عندنا في السينما المصرية. الحقيقة هي الفكرة نفسها فكرة جديدة يعني ما هياش فكرة متمصرة، هي فكرة يعني رئيسية وحقيقية جدا وأصيلة، فانك تقنع الناس بالفكره دي من الاساس كانت فكره شويه صعبه. الفكره كلها مبنيه على طفل وهتلاقي في الفيلم ده ابطال كتير جدا جدا جدا، يمكن احنا بقالنا كتير ما شفناش في السينما كميه الابطال دي في فيلم واحد. فيلم جميل، ورق قوي جدا، لذيذ جدا، مختلف قوي، شخصيات كلها متخدمه ومكتوبه بطريقه ظريفه قوي. احنا فعلا عاملين حاجه for the family for the children ودي حاجه جديده، بقالنا كتير ما عملناش حاجة للأطفال صرف. الذهاب للسينما النزهة المفضلة للمصريين في مواسم الأعياد. من بين الأفلام المطروحة ستستمر الأفلام التي تحقق إيرادات مرتفعة إلى موسم الصيف.